A space probe in outer space has a mass of 111 kilogram and it's traveling at a speed of 29 meters per second. When it is at location, مدهوني, three components, it begins firing two booster rockets. The rockets, لهم الاثنين, exert constant forces of, مديني two, يعني الcomponents بتاعت two forces, respectively. The rocks fire until spacecraft reaches location. مديني اللوكيشن الجديد وكان مديني اللوكيشن القديم. بيقول now what is its speed, السرعة الجديدة بعد ما كانت 29 وبذلنا عليها شغل two forces خليتها تنتقل أو يعني أثناء انتقالها من location 1 to location 2. وبعدين كمان بيقول there is negligible mass loss due to the rocket exhaust, يعني نتيجة عوادم الصواريخ, يعني هنهمل طبعا في شوية فقد هنهملهم. طيب يبقى احنا عندنا الوقت سرعة ابتدائية وعايزين نحسب سرعة نهائية. فعندنا V ابتدائية بتسعة وعشرين وعايزين نحسب الفي النهائية طبقا للشغل المبذول على السبيس بروب. طيب لازم نحسبه الأول اللي هو الورك بيساوي الاف ضد دي ار. الاف عندنا أكتر من فورس والدلتا ار عندنا ار1 وار2 نحسبه. خلينا نحسب الأول الدلتا ار اللي هي ار2 ناقص ار1. فار2 أهي 4 4 9 5 4 1 ماينس 3 5 4 ناقص الدلتا الار1 اللي هي دي. اطرح كل كومبوننت مع ما يقابله يديني الدلتا ار. طب والفورس عندي 2 فورس اجمعهم عشان اجيب الاف نت. الاف نت بتساوي اف1 اللي هي دي زائد اف2 جمعناهم طلع لنا الاف نت. طب الورك او الدلتا ورك اللي اتبذل من ار1 لار2 عباره عن الاف ضد دي ار. الاف عندنا النت بالقيم دي والدلتا ار اهي حسبناها. اضرب ال 180 في 4 60 في 6 ماينس 390 في ماينس 4 طلع رقم بوزيتيف 2640. كيناتيك انرجي الجديد بيساوي كيناتيك انرجي القديم زائد كانت زائد الدلتا ورك. فكيناتيك انرجي واحد عبارة عن نص في ام اللي هي 111 29 تربيع زائد الدلتا ورك اللي هي دي بيساوي الدلتا بتساوي الكيناتيك انرجي 2 او الفاينل. فاينل بيساوي الانيشال زائد الدلتا ورك. عندي الجزء ده كيناتيك انرجي 1 نص ام في سكويرد عند الدلتا ورك وهنا نص ام في 2 تربيع. بعد ما احسب ده اقسم على 55 حتى دي 55 او 55 ونص اقسم عليها واجيب الجذر التربيعي تطلع ان الفي 2 29.9 متر بير سكند زاد من 29 ل 29.9 نتيجة الورك البوزيتيف اللي اتبذل على السبيس كرافت سبيس بروب. يبقى لما يطلب مني فاينل سبيد واحنا عندنا الانيشال سبيد اول ما تفكر فكر في دي ان الكينيتيك انرجي 2 يساوي كينيتيك انرجي 1 زائد دلتا ورك. كينيتيك انرجي 2 نص ام في 2 سكوير. كينيتيك انرجي 1 نص ام في 1 سكوير زائد الدلتا ورك. الدلتا ورك بتتجاب ازاي؟ اف دوت دي ار. لو عندك اكتر من فورس تجمعهم. لو مدينا دي ار جاهزه اوكي والا نقول ار 2 ناقص ار 1. بس التفكير كده فكر في دي وبعدين فكك دي وبعدين شوف كل واحده بتساوي ايه.